حاول أن تعرف ما الذي يؤدي إلى فقداني للسيطرة على مشاعري. فالتصرفات التي أقوم بها وتسميها بإنهيارات ونوبات غضب أو أيا كان، فهو طيف التوحد. التوحد هو اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي وأنماط سلوكية مقيدة ومتكررة، حيث تصبح الأعراض واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر 3 سنوات. تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية في عام 2016 إلى أن طفلاً واحداً من 160 طفلاً يعاني من اضطرابات التوحد، ويبلغ عدد المصابين بالتوحد في السعودية أكثر من 60,000 طفل. حتى الآن لا يتوفر علاج لاضطرابات طيف التوحد، إلا أن التدخلات النفسية والاجتماعية مثل معالجة السلوكيات يمكن أن تحد من مصاعب التواصل والسلوك الاجتماعي، وتؤثر تأثيراً إيجابياً في عافية الأشخاص ونوعية حياتهم. مهند المالكي للإخبارية، الرياض.